يوصل جيش تركيا تقدمه في ريف عفرين في إطار عملياته العسكرية التي يطلق عليها اسم غصن الزيتون لتطهير المدينة من المنظمات الإرهابية والتي يصفها بالإرهابية، حيث سيطر على مواقع جديدة مقابل تدمير عشرات الأهداف والترسانات المسلحة التي يستخدمها المقاتلون الأكراد. يأتي ذلك فيما أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن منبج هي الهدف القادم بعد عفرين. فرضت القوات المسلحة التركية سيطرتها على عدة مواقع عسكرية واستراتيجية كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الكردية في عفرين في إطار عملية غصن الزيتون التي أطلقها الجيش التركي مع عناصر الجيش السوري الحر لتطهير المدينة من البؤر الإرهابية. الدبابات التركية واصلت تقدمها بريف عفرين مدعومة بغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخ وسط اشتباكات عنيفة تجري بين القوات التركية ووحدات حماية الشعب الكردية، حيث سجل الجيش التركي تقدما وسيطرة على 9 قرى خاضعة للفصائل الكردية بالمدينة في الوقت الذي توعد فيه الرئيس إردوغان بتوسيع العملية إلى منبج حتى القضاء على آخر إرهابي يهدد الأمن القومي. نحن ليس لدينا أي مطامع في أراضي غيرنا، والمسألة ليست مسألة ممر كردي بل ممر إرهابي. هناك من يحاول أن يبني كيانا إرهابيا تقسيميا على الأرض السورية أمام مرأى عيوننا، وهذا الكيان كما هو تهديد لأمن ووحدة تركيا فهو تهديد لأمن سوريا والعراق وإيران، لهذا نحن نحارب في عفرين لأجل المنطقة كلها. وفيما أعلن رئيس الوزراء يلدرم عزم تركيا تشكيل منطقة أمنية بعمق 30 كيلومتر مع عفرين لحماية أمن الحدود، أكد وزير الخارجية أن بلاده بلغت الحكومة السورية خطيا بالعملية، وهو ما يؤشر على التنسيق المشترك بين أنقرة ودمشق وروسيا وطهران لمواجهة الإرهاب في سوريا. غصن الزيتون هدفها القضاء على الإرهابيين الذين يهددون بتقسيم سوريا لأنها خطر على أمن تركيا أيضا. صحيح أن هناك مشاكل بين أنقرة ودمشق، لكن بالنتيجة فإن الإرهاب هو العدو المشترك للبلدين. بالتالي أرى أن تسمية تركيا للعملية بغصن الزيتون الذي يرمز للصلح له دلالاته مد يد التعاون والتنسيق مع سوريا عمليا. ميدانيا يواصل الجيش التركي بضخ تعزيزات وآليات عسكرية جديدة إلى عفرين، معلنا عن تدمير عشرات الأهداف لمعاقل وترسانات الأسلحة يستخدمها المقاتلون الأكراد وسط تحشيد عسكري كبير بهدف توسيع العملية ضد الميليشيات الكردية لتشمل قرى ناحية منبج خلال الساعات المقبلة. تؤكد تركيا أن عملية غصن الزيتون هي حرب ضد مشروع التقسيم في سوريا والحيلولة دون إقامة كيان كردي هناك يهدد أمنها، بالتالي فإن نجاح العملية ستكون مصلحة مشتركة لكل الأطراف الساعية لمكافحة الإرهاب بأسرع وقت ممكن. إيمان دمرهان، CGTN العربية، إسطنبول.